اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الرشيديه. في الحقيقه متابعي قناه شوف تيفي، صدق او لا تصدق، حفره ديال بلوعه ديال واد الحرب مدينه الرشيديه، وفي شارع رئيسي متابعي قناه شوف تيفي اللي الغادي والجاي فيه، اللي يقدر ايضا متابعي قناه الشعب انه يقدر يطيح فيها حتى ولد صغير، والمنتخبين خارج التغطيه حيت نقولوا يقدر يطيح فيها ولد صغير، لانه اجري يعني واحد الاتصال للمبعوث قناه شوف تيفي واللي كيقول لك خويا الله يرحم لكم الوالدين، راه كاينه واحد الحفره كتشكل واحد الخطر كبير في الشارع الرئيسي، والولد ديالي كنت غادي يبيع حتى حصلت له الرجل ديالو هنا. والخطير في الامر متابعي قناه الشعب، مازال غادي نوريكم يعني الحجم ديال الغرق ديال هاد الحفره هذه، لان هاد المسؤولين هادو هاد المنتخبين بغينا نعرفوا متابعي قناه الشعب واش عارفين حجم الضرر اللي كيتعرض له يعني هاد المواطن هذا، واش كيشوفوا هادشي ولا ما كيشوفوش. حنا في شارع رئيسي متابعي قناه شوف تيفي، للاسف الشديد هذا ما نراه في مدينه الرشيديه عاصمه جهه درعة فيلات الويلات متابعي قناه الشعب، الويلات لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنا متابعي قناة شوف تيفي الى حاولنا ما امكن قربنا الصورة، وايضا درنا الفلاش، الى درنا الفلاش الطامة الكبرى، هذه هي الطامة الكبرى متابعي قناة الشعب من قلب مدينة الرشيدية، كيف ما كتشوفوا متابعي قناة شوف تيفي بلوعة وحفرة على قدها، صدق او لا تصدق، في مدينة الرشيدية عاصمة جهة درعة فيلان. هذه تقريبا نقدروا نقولوا بان فيها اكثر من متر ونص، اكثر من متر ونص. كنحاول ما امكن انني نغوت واحد شويه باش ان الكل يعني يسمع الصوت ديالي، لان السيارات كيجيو ويمشيو من هنا، ربما انها تقدر تدوز يعني شي شاحنه، تقدر تدوز شي شاحنه وتقدر يكون يعني الثقل ديالها تقدر تنزل. هذا هو للاسف الشديد ما نراه الان متابعي قناه شوف تيفي بمدينه الرشيديه، خطير وخطير جدا. السلام يا ربي، والله الا السلام يا ربي. هذا هو المشكل الكبير متابعي قناه شوف تيفي، علما كيف ما قلنا بان شارع رئيسي ويستعمله كل ساكنات المنطقه، لا اللي من ترقه جديده، لا اللي من البوتلاميل، لا من الازمور جديد. للاسف الشديد ما نراه في هذه المدينه عاصمه جهه درعه فيلات، اللي في الحقيقه اقولها واكرر قولي انني حطمت الرقم القياسي في التصوير الحفاري. هاد البلوعات متابعي قناه الشعب ما عرفتش يعني باش كيقدوهم وباش كيصوبوهم. ها حفره هي على قدها، واللي كنقولوا يقدر يطيح فيها ولد صغير، واتصال يعني هاتفي من احد مواطني مدينه الرشيديه اللي كيقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، اما جيو شوفوا لنا هاد الحفره هذه. راه هاد المنتخبين هادو دائما يعني كيدوزوا عليها، لكن حتى واحد يعني ما رد لنا البال ولا شاف من حالنا. زت مجيد اللي كيقول لك ما شتيش مدينه منصور، لا حول ولا قوه الا بالله. عمر وكذلك ما داروا فيه لا اشاره لا حتى حاجه، حتى اشاره ما كاينه، لا اشاره لا حتى حاجه. بغينا يعني الصوت ديالكم وكذلك والصوره ديالكم والتعليق ديالكم متابعي قناه شوف تيفي انه يكون يعني الكبير. ها انتم يعني راه اليد كتدخل، وهذا هو حال هذه الحفره هذه اللي غادي يقدر فيها، يقدر انه كما قلنا انه يقدر ولد صغير يطيح هنا، او ان شي واحد يكون دايز وتحصل له رجله هنا، ولا اي سياره تكون يعني الحجم ديالها كبير، ولا شاحنه، ولا شاحنه من النوع الصغير ولا من النوع الكبير، انها تقدر تدوز هنا ويكون خطر كبير على مستعملي هذا الطريق اللي هي في الطريق الرئيسيه شارع محمد السادس امام بصريه التحفه وامام اقصى. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حتى يعلم الجميع متابعي قناه الشعب هذا هو الشارع الرئيسي، حتى يعلم المنتخبين والمسؤولين ديال هذه المدينه هذا هو واقع مدينه الرشيديه وعاصمه جهه درعة فيلات. لا حول، وهذه الحفره دابا كيفاش جات كاينه هذه الحفره هذه؟ هادي راه التسليم، راه هاد المسؤولين راه بحال ما كاينينش، غير كيتخلصوا صافي، راه ما كاين والو في هاد الرشيد. دابا انا تفاجات بواحد الاتصال ديال واحد السيد تيقول لي انا شفتو البارح اخويا دز من هنايا، انا شفتو البارح بحالك كاي، خاص هاد الشيء هذا شويه الاندماج وشويه الاصلاح، ماشي تشدوا الفلوس تبقاو تعمروا الشقاير. لا حول ولا قوة الا بالله، تبارك الله عليك. هذا يعني سرقة مواطن من مدينة الرشيدية متابعي، وكيف ما قلنا يعني الشاحنات كيدوزوا من هنا، ومجموعة من السيارات ومستعملي الطريق
والدراجات الناريه والهوائيه وهاد لي تروتينيت اللي ولينا كنشوفوا دابا يعني حجمهم صغير اللي في الحقيقه يقدر تدوز غير شي تروتينيت صغيره وان الواحد غادي يقدر يوقع في واحد المشكل اللي هو الخطير وخطير جدا. المكان بالضبط يا اخي هو الشارع الرئيسي ديال محمد السادس اللي هو هذا، حتى يعلم الجميع ويعلم منتخبي هذه المدينه وساكنه هذه المدينه ما تمر به مدينه الرشيديه من حفاري ومن تقابي وايضا من بنيه تحتيه ووضحار اللي هو منعدم واناره اللي هي باهته. للاسف الشديد ما ننتظره من المنتخبي غائب تماما بمدينه الرشيديه. حفره متابعي قناه الشعب اللي كيف ما قلنا متابعي قناه شوف تيفي انها كتشكل يعني واحد الخطر كبير على مستعملي الطريق، وانها غارقه وغارقه بزاف وهذه تشكل خطر كبير، خطر كبير متابعي قناه الشعب كل مستعملي هذا الطريق. كيف يعقل متابعي قناه شوف تيفي هو جايب الدراجه الناريه الهوائيه ديالو، جايب دراجه هوائيه ديالو، دراجات ناريه كيدوزو من هنا وكذلك بسرعه، شاحنات وحافلات وسيارات ومجموعه من 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 يعني من المركبات كيدوزو من هنا، واللي غادي تقدر كيف ما قلنا تشكل واحد الخطر كبير على مستعملي هذه الطريق هذه، واللي هي غارقه وغارقه بزاف وغادي تزيد يعني ولد صغير ربما يقدر يدوز من هنا ويقدر يطيح. لهذا كنتمنى من كل المتابعين والمتابعات وايضا القلوب اللي هي رحمه ومنتخبي هذه المدينه وساكنه هذه المدينه ومسؤولي هذه المدينه انهم يراعيوا من حال ساكنه مدينه الرشيديه. واش للاسف الشديد حتى حفره ما قدرناش اننا نغطيوها، حتى حفره ما قدرناش اننا نديروا لها اشاره ونقولوا باننا راه كاينه واحد الحفره خطيره هنا حول ما امكن تغيروا المسار، لكن للاسف الشديد هذا هو واقع مدينه الرشيديه وهذا ما ننتظره من منتخبي ومسؤولي مدينه الرشيديه بالضبط بالشارع الرئيسي لمدينه الرشيديه هو هذا. واللي كنتمنى متابعي قناه الشعب ان المنتخبين والمسؤولين يراعيوا ويشوفوا من حال هذه المدينه هذه. ما هي تعليقات المتابعين والمتابعات في قلب مدينه الرشيديه عاصمه جهه درعا تافيلالت، وما هي اراء كل مستعملي هذا الطريق اللي كيقولوا حسبي الله ونعم الوكيل وانا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا وامامنا مجموعه من السيارات اللي هما كيدوزوا للاسف الشديد، حيث انه يعني مستعمل زوم ديال الكاميرا تشوف تيفي، الا وانهم كيحاولوا ما امكن انهم يغيروا واحد شويه المسار. تيقولوا شنو كيدير هذا؟ انا كنصور واحد الحفره اللي هي خطيره وخطيره جدا، واللي كنتمنى من المنتخبين ومسؤولي هذه المدينه انهم يشوفوا من حالها. واش الرشيديه في المغرب؟ اكيد الرشيديه في المغرب، لكن للاسف الشديد ولينا كنشوفوها خارج المغرب. خليها باش يطيحوا فيها بوليزاريو الله يعفو علينا من هاد المنتخبين، خاصهم كاملين شي فقيه يدير لهم الرقيه عسى يرجعوا للصواب. ايضا حسن جرف الملحه اللي كيقول لك صوت عليا خدم صوت عليا نخدم ليك مدينتي، واش غادي تخدم جيب؟ المهم حتى يوصلوا الانتخابات ويصوبوها. يعني مجموعه من التعليقات ديال المتابعين والمتابعات اللي كيقولوا لا حول ولا قوه الا بالله، واللي كيقولوا حتى ننتظر حتى وصول يعني وقت الاقتراع ووقت الانتخابات عاد انهم يقدروا يصلحوا هذه الحفره هذه. فمن العيب والعار نخليو المواطن ونخليو الشعب يهضر بهذه اللغه هذه. حتى من حفره متابعي قناه شوف تيفي خليناها غارقه في مدينه الرشيديه، ولا مسؤول ولا منتخب يعني غادي يراعي لها. فكنتمنى متابعي قناه الشعب انهم يشوفوا من حال مدينه الرشيديه اللي هي عاصمه جهه درعا تافيلالت اللي في الحقيقه تعاني وتعاني الويلات. هذا هو واقع هذه المدينه وتقب في بلوعه خطير وخطير جدا. اتمنى من مستعملي الطريق ديال مستعملي الطريق الرئيسيه ايضا ديال ترقه جديده وازمور جديد وشارع محمد السادس انهم يردوا البال لهاد الثقب اللي كاين، ربما انهم يقدروا يدوزوا من حداه ويقدر ينزل هذا الشيء سيخ هذا الشيء ونصدق له ان السياره مشات ولا ان الشاحنه مشات ولا ان الدراجه ناريه تسببات لشي كارثه اللي هي ما بغيناها حتى واحد. فكنتمنى انكم تردوا البال من هذا الطريق حتى يعني نشوفوا المسؤولين والمنتخبين انهم يقدروا يصلحوها ويشوفوا من حالها. هذا هو بث متابعي قناه الشعب من قلب مدينه الرشيديه عاصمه جهه درعا تافيلالت. خويا حيد الكاميرا من تما راني تناكل، والله يا خويا عرفتي كون كنتي كتحترم الاكل كون انك طفيتي ذاك الهاتف وقول بسم الله وديها شويه في الماكله، فالله يرزقك الصحه والسلامه سي عدنان. وكنحاول ما امكن اننا نبينوا واقع هذه المدينه
فالنقد من اجل الاصلاح هو ماشي النقد من اجل الضحك ولا من اجل النقد هكاك. كنتمنوا الرشيديه نشوفوها بمستوى اللي هو عالي. دائما الرشيديه تحت شعار حفره لكل مواطن، وهذا ما يقوله كل متابعي قناه شوف تيفي بجهه درعه فيلالت حول مدينه الرشيديه، حيث يغيب مجموعه من المسؤولين ومجموعه من منتخبي هذه المدينه، واللي كيقولوا حسبي الله ونعم الوكيل، حفره على قدها وتا واحد يعني ما دافيها، وبعمق يزيد على اكثر من متر ونص، اكثر ربما من متر ونص اللي غادي يقدر يطيح فيها الواحد وما تعرف شنو غادي يوقع له. كنتمناو اصلاح وانقاذ ما يمكن انقاذه من عاصمه جهه درعه بلاد، ولاعاده قراءه هذا العنوان مباشره من مدينه الرشيديه، صدق او لا تصدق حفرة ديال البلوعة ديال الواد الحار يقدر يطيح فيها ولد صغير والمنتخبين اخر ما يعلم وخارج التغطية. السلام عليكم، كي داير عمر؟ كي جاتك هاد الحفرة؟ لا اسمع لي، هنا مواطن متابعي قناة شوف تيفي خايف على راسه كيقول لك كيعاودوا البوردورات اللي ما خصهم والو. هذا المواطن متابعي قناة الشعب كيقول كيعاودوا البوردورات ما خصهم والو، وهاد الحفرة خلاوها وما داهاش فيها، ولكن ما قدرش انه يبان بالوجه ديالو، لاننا شعب يخاف من حتى من الحق ديالو. فلا اله الا الله محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بغي غير الخدمة مشي نسدو الحفاري، خصنا حنا الاصلاح. الاسطورة حفاري فيها الحفاري في ما مشي راه كاينين في المغرب، ولكن ما يكونش بهذا العدد. حسن جور في الملحة راه كاينين الحفاري في المدينة الاقتصادية الدار البيضاء، في المدينة العاصمة وكذلك العلمية والإسماعيلية والإدارية، جل عاصمة المملكة المغربية العلوية الشريفة كاينين الحفاري، ولكن ما يكونوش بحال هذا الكم الهائل اللي عندنا في مدينة الرشيدية. راه أنا ابن مدينة الرشيدية وما بغيتش نشوه هذه المدينة هذه اللي شحال من واحد كيقول كتشوه لنا المدينة. حنا ما كنشوهوش المدينة، حنا كنعطيو واقع المدينة، ولنا غيرة على المدينة ونحب هذه المدينة اللي كنتمناو لها الإصلاح الجذري. وآخر صورة متابعي قناة شوف تيفي اللي أقولها لكل المتابعين، حسبي الله ونعم الوكيل في المنتخبين ومسؤولين اللي هما ما خدامينش، وكنتمناو أيضا المنتخبين والمسؤولين اللي هما أكفاء وخدامين الشكر الجزيل ومزيد من العطاء. فراه كاين المنتخبين صالحين وكاين المنتخبين ما صالحينش، ومسؤولين صالحين ومسؤولين ما صالحينش. وهذا هو بث متابعي قناة الشعب، وإن شاء الله أكيد متابعي قناة شوف تيفي إلى بث آخر وموضوع آخر بإذن الرحمن. ودائما يبقى شعار الخالد والأبدي، الله الوطن الملك، ولا عزاء للحاقدين المنافقين النمامين وناهب المال العام وجيران السوء. وتحية كبيرة لسي عبد الله، تفد ناس من قرامة.